مع فاطمة كراي. اليوم الذكرى 64 لمجزرة سقيط سيدي يوسف. إيه لو كان الدنيا دنيا، لو كان جات الدنيا دنيا، راهو منطقة سقيط سيدي يوسف وبعد 60 سنة استقلال في الجزائر وأكثر منهم استقلال في تونس، راهي المنطقة الحدودية هذه منارة في المشهد المشترك التونسي الجزائر. لا بل أكثر من هذا، منطقة سيدي يوسف، سقيط سيدي يوسف، المدينة الشهيدة اللي اختلط فيها الدم التونسي الجزائري، هي في الأصل جريمة قام بها الاحتلال الفرنسي، جريمة دولة لم يعترف بها إلى الآن وما تحاسبش عليها لليوم. اليوم باش يضرب جسر التضامن التونسي نحو الجزائر وباش يقطع هالاحتلال أواصر الاتصال النضالي والاجتماعي بين تونس المستقلة منذ عامين وقتها سنة 58 والجزائر اللي ما زالت تناضل من أجل دحر الاستعمار الفرنساوي. كان جات الدنيا دنيا، راهو هيك التاريخ المشترك وهيك المحتل المشترك، راهو صنعنا بيهم ملحمة قوامها التنمية المشتركة والتطور المشترك، وتكون سقيط سيدي يوسف عنوان للعمل الثنائي المشترك، ثم العمل المتعدد الأطراف وعنوان للتعاون بين البلدين على طول الحدود التونسية الجزائرية الممتدة من أقصى شمال تونس إلى آخر نقطة في جنوبها. لو كان جات الدنيا دنيا، فإنه العوامل اللي توحد بلداننا المغاربية انطلاقا من الحدود الجزائرية التونسية يمكن أنها تدعم بلداننا باش تنجز المشاريع وتقوم على اقتصادها المشترك والمتطور اللي يتطور ردها بردها. لو كان جات الدنيا دنيا، راهو المؤشرات الاقتصادية التونسية الجزائرية انطلاقا من مشاريع منتجة وحدودية، وتكون بلدان الاتحاد الأوروبي وفرنسا بالذات اللي احتلتنا راهي تتفاوض معانا بشروطنا، مش بلدان مفرقة وكل بلاد ببينها مغلقة وهمومها مفرقة. لو كان جات الدنيا دنيا، راهو المفاوضات مع شمال المتوسط تكون على طريقة اليد العليا. نعم، يدنا تكون العليا مش اليد السفلى كيف ما قاعدين نشوفه توا. لو كان جات الدنيا دنيا، راهو حاسبنا الاستعمار الفرنساوي وغير الفرنساوي، راهو عملنا محاكم، راهو أنجزنا في بلداننا وقضائنا محاكم من أجل محاكمة الجريمة الاستعمارية. بما أن ما عملناش هذا الكل، فإن نشوف اليوم المشهد كالتالي: لقاءات كل يوم 8 فيفري بين الأشقاء الجزائريين وأشقائهم التوانسة في أعلى مستوى، وتبدأ تخدم كان كلمة سا 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 وسوف سوف سوف، حتى شيء من هذا ما يقع، لأنه القرار مش بديهم، لأن ما توحدناش ضد الاحتلال، لأن ما قمناش على حقوقنا، لأن ما نصبناش المحاكم من أجل محاكمة الجريمة الاستعمارية اللي أدانتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة وأدانها أيضا ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945. وين أحنا من التكافل؟ وين احنا من العمل المغاربي المشترك؟ لو كان جات الدنيا دنيا، راهو الكماين والسلعة تنطلق من مصر لتوصل لطنجة والعكس كذلك، وراهو التصدير منور وكذلك الاقتصاد متفرهد، ولكن الدنيا ما هيش دنيا.
Thank you.